تحولت الحرب الكلامية بين بوتين وبايدن من الساحة الأوكرانية إلى الساحة الفلسطينية. الرئيس الأمريكي شبه أعمال الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل بأنها تتجاوز جرائم داعش، كما وصف الهجوم على إسرائيل بالشر المطلق. بالمقابل نوه القيصر الروسي بوتين بأن الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون هي تاريخيا أرضهم، وقال إن الصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية، وأكد أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية أعلنت واشنطن دعم إسرائيل. بالمقابل بوتين اتهم واشنطن بتفادي وجود عملية متوازنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة تولي زمام الأمور بنفسها دون حل القضايا الأساسية.